هاشتاغ تتابعونا فيها. محمد علي فضحهم يواصل تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والممثل ورجل أعمال المصري يكشف بالأسماء استغلال بعض اللواءات بالجيش لمناصبهم للتربع. تظاهرات في مليونية السلطة القضائية بالسودان، ووسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل. ووسم إسراء غريب يتصدر تويتر في عدد من الدول، مع إعلان النائب العام الفلسطيني بأنها توفيت نتيجة الضرب والتعنيف الأسري. إسرائيل متهمة بالتجسس على البيت الأبيض، وتساؤلات عن رد فعل إدارة ترامب. كل هذا وأكثر في هاشتاغ، فتابعونا. أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاغ. ندعوكم أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب AJ مباشر. بإمكانكم أيضاً أن تساهموا معنا عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. البداية من مصر، حيث ما زال الممثل ورجل الأعمال المصري محمد علي مثار حديث وسائل التواصل الاجتماعي، مع نشره مقاطع فيديو جديدة يكشف فيها عن تفاصيل الفساد وإهدار المال العام. في أحدث مقاطع الفيديو كشف علي عن أسماء العديد من ضباط ولواءات بالجيش المصري والذين اتهمهم علي بالفساد، حيث كشف عما يملكه كل منهم من قصور وأراض شاسعة، بالإضافة لمشاريع ومصانع وشركات والتي حصلوا عليها عبر استغلال نفوذهم ومناصبهم في الجيش. دعونا نتابع جزءا مما نشره محمد علي. وخاصه بذكر المره دي ليكم مفاجاه، اللي هو طارق البرقوي عنده قصر في الرحاب، يا رب يكون لسه موجود ولا اخده هو وهو كمان منازنك في منشآت. غير عندنا لواء لطيف جدا، مثلا انا كنت مشارك ابنه اسمه اللواء احمد نعيم البدراوي، اللواء احمد نعيم البدراوي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وقعد فتره طويله لان كان المشير طنطاوي بيحبه، ورئيس الهيئه الهندسيه يا جماعه بياخد 1.5% من اجمالي المشاريع اللي بتنفذ في الهيئه غير المرتب اللي هو بيحصل عليه، غير حاجه بيسموها بدل ولاء بيبعتها الرئيس كده 5 بيزوس 6 بيزوس اللي هي الذهب بلس. اللي هو احمد نعيم ده قاعد في الشروق عنده فيلا رهيبه، وعنده فيها وشاري ارض جنبيها فيها بسين بس، والكباين عشان البسين، عنده 60 فدان في سرابيوم في الاسماعيليه، عنده 100 فدان في مرسى مطروح ادوهم له اللي هو محمود عبد البر، كان برضه شغال في الهيئه الهندسيه. واللي هو احمد نعيم عشان علاقته اللي هو بالمشير طنطاوي خلوا الراجل ده يمسك المنطقه دي. طيب بعد لو احمد نعيم ما خلص رئيس الهيئه الهندسيه يسيبوه؟ ابدا والله، لان هو كان راجل مساعد جدا في الفساد. قاموا ممسكينه مصنع العريش، كل الكلام ده موجود عندكم، تقدروا تجيبوه، وفي موظفين مصريين مدنيين يشتغلوا، ولو انكروا يبقى ناس مش كويسه وما بيحبوش وطنهم، اطلعوا ساعدوني واعلنوا ده، انتوا اشتغلتوا وانا بقول حقايق. مصنع العريش اللي كان ماسكه سياده لو احمد نعيم، والشركه المقاولات اللي جابها اتفق معاها لو احمد نعيم واخد منها نسبه، ومحمود اخد النسبه دي واتعمل لهم ترانسفير على سويسرا، وسافر مع الراجل ده سويسرا. محمود ابن سياده لو احمد نعيم كان شريكي، واتخانقنا انا وهو مع بعض وطلعوني بره الجيش، قصه كبيره كده بحكي لكم بعدين، المهم خلينا في الاهم. فده اللواء احمد نعيم. طيب بعد ما مسك مصنع العريش مسك شركه الصعيد زي اللي هو خالد فوده، يعني انتوا شايفين ان هو راجل يعرف يدير مصنع العريش للاسمنت ويطلع يدير شركه الصعيد للمقاولات، واللي هو خالد فوده يمسك محافظ الاقصر، واللي هو خالد فوده يمسك محافظ جنوب سيناء، واللي هو مش عارف ايه يمسك ده، انتوا ايه يا جدعان؟ اللي هو احمد اللي هو ماجد جورج طلع من رئيس الهيئه الهندسيه مسك وزير البيئه، وزير الدوله لشؤون البيئه، يعني هو راجل اخد معاشه في الهيئه الهندسيه واخد مكافئته وكلوة، وكمان يطلع يمسك وزير مرتبه كام يا فندم؟ مفيش في مصر مرتبه كام يا فندم؟ مفيش في مصر غير اللي هو ماجد جورج، واللي هو ماجد جورج مسك وزاره الدوله لشؤون البيئه كام سنه؟ وعملت له كام مشروع افتتاح للسيده الهانم اللي هو كان بيرضيها؟ وبعد كده برضه لا يسيبوه ابدا، خلوا اللي هو ماجد جورج برضه سفير.
انت ليه شايف ان لازم تفضل مع وكمان لو ماجد جورج قلب الاداره الهندسيه في وزاره الدوله لشؤون البيئه لجيش، جاب اللي هو احمد عبد الله، جاب العميد طوبار، وجاب له والله العظيم يجي بتاع 5 6 7 8 نواب. هو اللي هو خالد فوده لما خرج من الجيش مش حصل على معاش؟ قد حصل على معاش ولا لا؟ قول يا راجل، قول يا راجل يا حصل على معاش ولا لا؟ تقسم بالله يا راجل يا شريف، يا شريف اللي قلت للشعب انا شريف، اطلع في مؤتمر الشباب اللي جاي يوم السبت وقول لهم اللواء خالد فوده لما خرج من الجيش او اي لواء بيخرج من الجيش بياخد معاش ومكافئته ولا لا؟ وبعدين انتم واخده بمسكوا بقى محافظ الاقصر. هذه الفضائح انعكست على منصات التواصل الاجتماعي، حيث واصل وسم محمد علي فضحهم تصدره الأعلى تداولا في مصر. خلقت مقاطع الفيديو التي ينشرها محمد علي ضجة واسعة في مصر، كما حققت الملايين من المشاهدات سواء على فيسبوك أو على يوتيوب. في ذات السياق غردت زهرة تقول: بالرغم من أن فضيحة لواءات الجيش كارثية لأنها بالأسماء والبراهين، إلا أن متهيألي أن مش ده اللي قاله السيسي، لأنه سهل يقلهم ويسجنهم ويقول أنهم فسدة ويجيب غيرهم أفسد منهم. المشكلة أنه مرعوب أن الشعب اتحد أخيرا على قلب رجل واحد في مشاهدة فيديوهات محمد علي، وحدتنا بترعبهم. في حين دون الإعلامي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون يقول: من أخطر نتائج حملة محمد علي ضد السيسي ونظامه إلغاء سقف النقد السياسي بصورة خطيرة، وضع النظام موضع الدفاع والمأزوم، إنهاء جدوى الخطاب الرئاسي العاطفي السائد من سنوات، وإسقاط هيبة رموز النظام، هزيمة إعلام المخابرات وكوادره أمام إعلام الموبايل، وتجديد أمل الشعب في الخلاص. رضا غرد يقول: المواطن المصري مش قادر يشتري لابنه لبس جديد علشان فساد لواءات الجيش، حاسبوهم. أما الدكتور مدحت خفاني غرد أو خفاجي عفوا غرد على تويتر يقول: المصيبة أن في لواءات أركان حرب بيشتغلوا مديرين قرى في الساحل الشمالي مقابل 5000 جنيه شهريا. أما صاحبة الحساب التالي فغردت وأرفقت صورة فيلا اللواء طارق البرقوقي مدير الإسكان اللي اتحال للتقاعد، ودي كانت هدية من طلعت مصطفى مقابل تخلي الأوراق لبناء مدينتي. الكلام ده سنة 2012. كتب اللواء عمر مكرم يقول: اللواء أحمد نعيم البدراوي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بيتقاضى 1.5% من إجمالي مشاريع الهيئة الهندسية، غير مرتبه، غير بدل الولاء اللي بيمنحوله السيسي الذهب. يمتلك فيلا رهيبة في الشروق، ويمتلك 60 فدان في سرابيوم بالإسماعيلية، ولي 100 فدان في مطروح. في جزء آخر من مقاطع الفيديو الأحدث الذي نشره محمد علي، تناول الممثل ورجل الأعمال وضعية الشرطة المصرية ووزارة الداخلية مع سيطرة الجيش على أغلب مناصب الدولة، حيث وصف قوات الشرطة المصرية بشبشب الجيش، هكذا وصف. دعونا نتابع جزء مما قاله بشأن الشرطة في مصر. يعني هم اللي بيخش في النيل العسكرية، يعني الله أكبر، ده ملاك بقى، ده الملاك اللي جاي من عند ربنا. لكن الشرطة تلاقي فيها يقول لك فيها حرامية. طبعا ما الشرطة أصلها اللي تحكي بالشعب، سايبين الشرطة هي اللي تخبط مع الشعب، وفي الاخر يحبسوهم ويقول لك حراميه، واللي نصاب واللي بياخد فلوس واللي بياخد فلوس واللي مرتشي، رئيس قسم مدير امن مش فارقه معاهم الشرطه. الشرطه انا اسف، الشبشب بتاع الجيش، معلش مع احترامي للشرطه، انت الشبشب بتاع الجيش وانت عارف كده كويس، ما تقدرش تفتح بقكم، والشعب المصري عارف ده، ما تمثلوش. ده الداخليه دي اللي انا اسف، مش انا مكسوف بس هحاول اللي الجيش بيسيبها على الشعب في المطار في الشارع في ورخصتك تركب ميكروباص يقول لك رخصتك، تركب فراري يقول لك رخصتك، تبقى مجاول محترم وراكب عربية دوبل كابينة ولا بيكاب يقول لك رخصتك. هو انت هتقول رخصتك المفروض كنت تشتغل ايه؟ الوحيد اللي ما بيسألهوش على رخصتك الضابط.
الضابط ما تسألش فين رخصتك. ده بقى ما يحطش نمر، يحط النسر، وكيل نيابة يحط النسر، خلاص يطلع كده يقول انا القاضي. انا اتفضل يا باشا. باشا ايه؟ باشا ايه؟ انا النقيب يا ابني. باشا ايه؟ باشا ايه؟ انا بتاع الامن القومي. باشا ايه؟ باشا ايه؟ لكن محمد علي واي حد من المواطن المصريين من الميكروباص انزل يا ركب عربية وابقى برنس. معلش عايزين نبص بس، مش فاهم يعني ركب عربية بملايين هتنزل تبص حقيقة. انا رايح ارقب عربية بملايين. اسلوبكم مستفز واسلوبكم وحش. ضابط الشرطة ده راجل محترم، المفروض احس معاه بالامان، احس ان اخويا اللي عايز يحميني. كيف علق المدونون على هذا المقطع الذي اثار سخرية واسعة منهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دشن المدونون المصريون وسم الشرطة شبشب الشعب اقتباسا من محمد علي. للتعليق على هذا السياق كتب مستشار وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد الصغير، يقول في أيام مبارك كانت الشرطة تحكم مصر، وكان حبيب العدلي أهم من رئيس الوزراء، أما الجيش فمرتبته متأخرة حتى في تنسيق الكليات، الشرطة أولا ثم الحربية، لكن الآن محمد علي يفضحهم ويجهر بالحقيقة التي يعلمها الجميع، وهي أن الشرطة شبشب الجيش وشبشب بصباع واحد يخلع منك في أول اختبار، هكذا يقول. دون الدكتور مدحت خفاجي يقول في هذا الشأن، الشرطة شبشب الجيش هو أصدق تعبير. أما الحساب التالي فساخرا غرد يقول، فيديوهات محمد علي كلها كوم، وفيديو الشرطة شبشب الجيش كوم تاني، كده الواد اللي هيقول انت ما تعرفش ابويا مين قل له ما اسكام، هكذا سخر. زهراء علي على تويتر كتبت تقول، لقد تم تغيير شعار الشرطة المصرية من الشرطة خدمة الشعب الى الشرطة شبشب الجيش. طارق بن عيسى دون قائلا، بكرة يا احمد تكبر وتبقى ضابط قد الدنيا. وفعلا حمادة كبر ودخل الكلية بس للأسف تخرج منها شبشب. أخيرا غرد سعد الكبير يقول، الشرطة شبشب الجيش وده معروف ومشهور وواضح، بس للأسف الشعب في عهد السيسي بقى شبشب الشرطة، واللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر، وهي جملة شهيرة مقتبسة من أحد الأفلام المصرية. نذهب الآن إلى السودان، حيث احتشد الآلاف من السودانيين أمام القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، وطالبوا بتعيين رئيسا للقضاء ونائبا عاما. تأتي هذه المطالب كرغبة في تحقيق العدالة للقتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير. نتابع إذن جانبا من مظاهرات اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم. على مواقع التواصل الاجتماعي تردد صدى هذه التظاهرات على الأرض. دشن المغردون على موقع تويتر وسم مليونية السلطة القضائية. تجمع المهنيين السودانيين أصدر بيانا على تويتر أكد فيه دعمه لتظاهرات الشعب السوداني، وأكد على ضرورة تحقيق العدالة للإذان ببداية عهد جديد. جاء في البيان، هذه المواكب التي أمامكم جاءت لتقول لكم كفى، وتطالبكم بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إذانا ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي، عهد
عنوانه العريض الناس سواسية أمام القانون. أضاف في بيانه: سنستمر في العمل الجماهيري من أجل تحقيق أهداف الثورة. العهد الذي بيننا وبينكم هو تنفيذ مطالبنا والقصاص العادل لدماء الشهداء. العديد من المغردين كتبوا دعما للتظاهرات وأكدوا على تأييدهم لتلك المطالب التي يرونها أهم الخطوات نحو التجديد. خالد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني يقول: نشر صورة للمتظاهرين علق عليها بالثورة شعب يحميها. من جانبها غردت سلمى تقول: العسكريون يريدون حكومة صورية كما كانت حكومة الكيزان، فكانت حكومة يتحكم فيها الحزب الحاكم والبشير. حكومة الثورة يريدونها شكلية، وزراء تنفيذيين بلا صلاحيات. لذلك أخرجوا لنا الوثيقة أو أخرجوا لنا هذه الوثيقة الدستورية بهذا الشكل لتقف عائقا أمام المطالب وتخدم أجندتهم وأجندة الكيزان. أما منصور غرد قائلا: الثورة دي انتهت بالنسبة لناس كتار، الواقفين في الصورة دي هم أصحاب التغيير الحقيقيين والقابضين على جمر القضية. في حين علق الصحفي السوداني منعم سليمان يقول: ثورة هذا جمعها وهؤلاء شبابها، ولن تظلم ولن تضام ولن تنام، لن تقف عند محطة إعلان الحكومة، وليعلم من يريدون اللعب هنا وهناك ومن يظنون أن الشارع قد مات بتشكيل الحكومة. عليهم أن يعلموا أن هذه الحكومة تعمل عند الشعب وليس العكس، وهذا الجمع هو الذي أتى بهذه الحكومة. في حين غردت شروق تقول بأن هذه الثورة لن تنخمد يوما ولن تنطفئ شرارتها حتى يتم تحقيق كافة المطالب. مليونية اليوم تؤكد لنا أن الشعب السوداني على مقدار عال من الوعي ولن تسرق منه الثورة أبدا. لو ما كنت من زي ديلا وأسفاي ومأساتي وذلي. قال معتز يقول في هذه التغريدة: مليونية السلطة القضائية تحمل رسائل كثيرة، حق الشهداء، استقلال القضاء، الثورة تراقب، والشعب هو السلطة. خالد الشيخ غرد منتقدا تجاهل التلفزيون السوداني لتغطية التظاهرات، كتب يقول: بينما الحشود أمام القصر الجمهوري تطالب بالعدالة واستقلالية القضاء، تلفزيون السودان يشرح للمشاهدين كيفية عمل عصير الليمون. هل يتوهم المدنيون في المجلس السيادي وحكومة حمدوك أن الدولة ستدار بدون صدام مع العسكر والكيزان؟ تساؤل. الآن نذهب إلى فاصل قصير، فابقوا معنا. منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961 عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. نؤمن مستقبلنا بطموح وتصميم، نقود شغفنا بتميز وأمان، نسافر بثقة نحو آفاق جديدة، نواجه التحديات بعزم وطمأنينة، نهتم ونعتني بصحة من نحب، نحيا، نستكشف، نتعلم ونكبر. الإسلامية القطرية للتأمين، نؤمن رفاهيتكم. أهلا بكم من جديد. نذهب الآن إلى فلسطين، حيث عادت قصة إسراء غريب إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشف النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب بأنها توفيت نتيجة الضرب والتعنيف الأسري، نافيا روايات عائلتها بشأن سقوطها من شرفة منزلها. كما أكد النائب العام إحالة ثلاثة متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم إلى المحكمة بتهمة قتل إسراء، فيما رجح متابعون بأن المتهمين الثلاثة من عائلتها. فيما أرجح طبيب التشريح أشرف القاضي وفاة غريب إلى أو إسراء إلى القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها. دعونا نتابع جانبا من تصريحات النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب بشأن مقتل إسراء.
وعليه فقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة العامة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل، وإن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره، والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى. وأيضاً ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها للعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن للأسف بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، حيث أفادت الشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكرها لأي اعتداء تعرضت له. إذن على مواقع التواصل الاجتماعي عاد التفاعل على وسم إسراء غريب والذي دشن بعد مقتلها، أشاد المدونون بما وصفوه تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. نبدأ بما غرد به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية والذي كتب تعليقا على هذه القضية على صفحته الرسمية: رحم الله إسراء غريب، تفاصيل مقتلها موجعة لقلوبنا، نعدها بالعدالة ونعد المتهمين بالقضية أيضا بالعدالة، لسنا قضاة، مواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته أو تمت دراسته ومتابعته، ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس. تابع يقول: هذه القضية بكل ما رافقها من ألم ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، هذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء. من جانبها علقت منظمة العفو الدولية: بعد الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة قتل إسراء غريب اليوم والتي أكدت مقتلها كنتيجة لتعرضها للعنف الأسري، نطالب السلطة الفلسطينية إلى اعتماد قانون حماية الأسرة في أسرع وقت لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري، واتخاذ تدابير صارمة لمنع العنف وحماية الضحايا ومحاكمة الجنى. غردت الصحفية وجد أبو عبد الله تقول: إسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت حسب وصف النيابة العامة. يا بنات، يا صبايا، يا متزوجات، لا تتركن أحدا يرفع يده بوجوهكن. إسراء ماتت غدرا على أيدي ذكور أسرتها ولم يسعفها أحد، تذكروا جيدا هذا. الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن غردت تقول: بعد صدور الحكم وكشف الحقائق وإلقاء القبض على المجرمين بقضية قتل الشابة إسراء غريب، إن شاء الله تكون نفسا ارتاحت والعدالة أخذت مجرها. ضيعانها هالصبية الحلوة كان عنده سنين تحقق فيهن أحلام كثيرة، تار مثل إسراء راحوا ضحية الجهل والتعصب والرجعية. علقت الزميلة لينا قشاوي تقول: لا أحد أيا كان يملك حق السيطرة نفسيا أو جسديا على إنسان آخر، حق الترهيب والتهديد، حق التصرف بالآخر، لا أحد. كتب محمد يقول: الموضوع طلع مش شيطان أو جن والبسها، الشيطان طلع بريء من الموضوع، بس شياطين الإنس هي السبب بموتك. الله يرحمك يا إسراء، رحمة الله عليك وحقك علينا خيتنا. للولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقلت صحيفة بوليتيكو تأكيد مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل استهدفت مراقبة الهواتف المحمولة بالقرب من محيط البيت الأبيض خلال العامين الماضيين. أفادت الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين الأمريكيين بأنه على عكس كل المرات تصادف مثل واقعة التجسس هذه على الأراضي الأمريكية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتهم الحكومة الإسرائيلية. من جهته نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا التقرير ووصفه بأنه كاذب مطلق أضاف في بيان بأن إسرائيل
تحظر ومنذ سنوات طويلة ممارسة أي نشاط تجسسي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. العديد من المغردين تفاعلوا مع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. الكاتب ياسر الزعاتر الفلسطيني غرد يقول: مفاجأة ليست مفاجأة. موقع بوليتيكو ينقل عن 3 مسؤولين أمريكيين كبار قولهم: تعتقد الإدارة الأمريكية أن إسرائيل قامت خلال العامين الأخيرين بزرع أجهزة تنصت قرب البيت الأبيض ومواقع حساسة أخرى في واشنطن العاصمة. الصهاينة يتجسسون على الجميع، بما في ذلك على الأجهزة التي تتجسس. الأكاديم الكويتي عبد الله الشيجي يقول: إسرائيل تتجسس على ترامب في البيت الأبيض مستعجبا. لا نتوقع ردا غاضبا من ترامب الذي لا ينتقد شخصين في العالم، بوتين ونتنياهو. الكاتب السعودي علي التواتي القرشي كتب قائلا: نتنياهو ينفي التقارير بأن إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض. فعلا لا يحتاج للتجسس، فالرجل أو فرجال إسرائيل من موظفي وسكان البيت الأبيض، فلماذا يتجسس؟ غردت المدونة سمر جراح تقول: مكتب نتنياهو ينفي وضع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض للتجسس على ترامب. زوج إيفانكا في الخدمة أساسا. تابعت في تدوينة أخرى تقول: يا ريت الصحافة العربية تترجم هذا المقال ليعرف الناس سهولة تجسس الكيان الصهيوني على الحكام العرب، طالما نجحوا بكل بساطة في التجسس على ترامب رغم كل صحيان أجهزة المخابرات الأمريكية الداخلية. لمتابعة